ICT chapter 4 networks and the effects of using them. من اول chapter 4 بقى هتبقى الدراسة يعني فيها شوية knowledge in details ومحتاجة مذاكرة carefully. ماشي؟ ما هو chapters 1 to 3 input devices و output devices و storage دول كانوا يعني حاجة بسيطة. طيب يلا بقى نشتغل chapter 4 اللي هو networks. تعالى نبدأ الكلام بقى وإيه ونشرح عن networks، ولو قدرت أشرح بسرعة شوية علشان يبقى في وقت لحل classified. يعني إيه networks؟ إحنا عايشين حياتنا كلها دلوقتي مع networks، فإن أنت connected دلوقتي على الإنترنت وحتى الأونلاين سيشنز وحتى اليوتيوب، ما هو كل ده على networks. طيب تعالى نحط لها definition ونعرف أنواعها ونشوف أسئلتها ونشوف الديفايسز. ما هو ده منهج الاي سي تي، بيديك شويه نوليدج مفيده جدا ماشي، وشويه اندرستاندينج في موضوع الكمبيوتر. يبقى نتوركس، ا نتورك از تو اور مور كمبيوترز اور اذر الكترونيك ديفايسز كونكتد توجذر. يعني انت لو وصلت اثنين موبايل مع بعض، هو الموبايل اساسا جزء من نتورك، لان دي بنسميها سيلولار نتورك. طيب تو اكسشينج داتا، تمام. طيب for example network allow computer to share file. المفروض في اللاب ماشي، انا عندنا file sharing، المفروض في اللاب في file sharing، في folder اقدر احط عليه السورس فايلز وكل الناس تقدر تعمل لها copy من على السورس فايلز، افضل من موضوع الفلاش ميموري. يبقى النتورك بتخلي sharing of files افضل. وبعدين مسج ايتش اذر، ما انت عايشين بالانستنت مسجنج، عايشين بالواتساب وقبل منه كان الايميل، تمام. شير ا سنجل برينتر، باذن الله يوم الامتحان بتبقى في برينتر واحده شيرد لكل الناس، بيبقى في برينتر واحده شيرد لكل الناس، تمام. طيب من خلال النتورك، امال من خلال ايه؟ طيب يبقى كل دي اللي هي شرح النتوركس. Network connection between computer can be used, created using cables. اللاب عندك في cables، مع cables بتاعت الكهرباء، في cables بتاعت النتورك، بس هو المفروض الكيبلز دي تبقى ماشية في الحيط، ما تبقاش ظاهرة قدامك لأنها بتبقى خطر جدا، كعبالة بقى وتتقطع أو مثلا توقع حد، ماشي؟ فالنتورك بتبقى كيبلز، وساعات بقى بيزهقوا من الكيبلز يعملوها واي فاي. يبقى ساعات مثلا ممكن بدل ما يركب سوكت كيبل في الكمبيوتر يقول لك بقى كيبل ايه، احنا هنعملها واي فاي وايرلس، بتوفر كتير وبتوفر بقى ايه اللي هي الهازارد التريبنج هازارد بتاع الكيبلز، خلاص. طيب التليفون، خط الانترنت جاي للبيت اساسا من خلال تليفون لاين، يبقى دي الميديا اللي ايه بتشيل الداتا. وفي كمان اوبتيكال فايبر، المدن الجديده، المدن الجديده في التجمع مثلا والكومباوندات والحاجات دي بيخش لها الانترنت فايبر سريع بقى، السرعه جميله جدا. طيب يبقى دي الحاجات اللي بنعمل بيها نتورك. ايه بقى الميزه؟ ما هو النوتس ماشيه كده وكلام منطقي ومفيد ان شاء الله. ايه الميزه؟ ان انت تبقى كونكتد تو ذا نتورك، ايزلي شير، ايزلي شير داتا اند فايلز، شير ريسورسز such as printer وسكانر وانترنت كونكشن، ايز اوف كوميونيكيشن. طب ايه بقى عيوب النتورك؟ بصراحه الفيروس، ما هو الفيروس بينتشر مع النتورك، وكمان سكيورتي ريسك اللي هو موضوع الهاكينج، ماشي. ما هو لو ما فيش نتورك اساسا مش هيبقى في حاجه اسمها هاكينج، ما هو هاكينج ان اوثورايز اكسس تو كمبيوتر سيستم، يبقى لازم في نتورك بحاول من خلالها اعمل هاكينج. طيب يبقى دي ايه انترودكشن بسيطه لموضوع النتورك، خلاص اهي انترودكشن صغيره على النتوركس. تعالى بقى نخش في انواع النتوركس، اصل في نتوركس كبيره وفي نتوركس صغيره، وفي نتورك صغيره بس وايرلس، واحنا لسه قايلينهم. تعال نعرف اساميهم وبنسال وبنجاوب عليهم ازاي ونكسب درجات، تمام. طيب تايبس اوف نتوركس، عندي بقى نتوركس كتيره. اول حاجه هبدا بيها
حاجه اسمها لوكال اريا نتورك. ماشي، لوكال اريا نتورك. نرجع تاني، النتورك اللي موجوده في اللاب اسمها لوكال اريا نتورك. ليه؟ لانها نتورك كفرنج سمول اريا. ما هو اللاب ده اوضه فسمول اريا. كومبيرد ان شاء الله كمان شويه هشرح لك وايد اريا نتورك اللي هي كفرز العالم كله، اللي هي فور اكزامبل ذا انترنت. ماشي، يبقى انا عندي دلوقتي في نتورك اسمها ايه؟ في نتورك اسمها لوكال اريا نتورك. تمام، اللوكال اريا نتورك از ا نتورك كونفايند ان وان بيلدينج اور سايت. انا تخيلي ان في نتورك مغطيه المدرسه كلها. ليه؟ لان ممكن مثلا من اوضه تطبع على برينتر في اوضه ثانيه، وانترنت كيبل داخل للمدرسه كلها، ومن خلال النتورك اي كمبيوتر في المدرسه بيجيب الانترنت. يبقى دي اسمها برضو ايه؟ لوكال اريا نتورك. ما دام جوه مبنى يبقى لوكال اريا نتورك، حتى لو جوه جامعه، لو جامعه مثلا وخمس ست مباني بنسميها لوكال اريا نتورك، وبتبقى كونكتد بكيبلز. يبقى لما يقول لك لوكال اريا نتورك هتبقى نتورك ان سمول جيوغرافيك اريا وكونكتد بكيبلز. تمام. طيب تعال نتفرج على الرسمه دي. ما هي الرسمه دي؟ an example of a simple local area network. تعال بص، ده كمبيوتر وده كمبيوتر وده كمبيوتر، اللي في النص ده بقى هشرحه كمان خمسه كده، كمان خمس دقائق. اللي في النص ده يا شباب اسمه هاب او سويتش. هو ده اللي بيعمل كوميونيكيشن ما بين الاجهزه. هو عاملينها such that ان الكمبيوتر ده وصل بكيبل على السويتش، والكمبيوتر ده وصل بكيبل على السويتش، وكذلك وكذلك. ما الهاب والسويتش هم تقريبا نفس الشيء، بس واحد موديل قديم وواحد موديل جديد. بيجي بقى في الامتحان يقول لك ايه؟ كومبير اند كونتراست الهاب والسويتش. تمام؟ طيب يبقى هما الاثنين بيعملوا اكسشينج اوف داتا. بس ايه الفرق ما بينهم؟ هقوله لك دلوقتي عشان لما اروح الصفحه بتاعت الهاب والسويتش اقول لك انا شرحتها. اصل هي اسهل تتشرح على الرسمه دي. تمام؟ دلوقتي الهاب قديم، بقول لك ان الهاب دمب غبي قديم. بيعمل ايه؟ لو جاله مسج من الكمبيوتر ده عشان تروح للكمبيوتر ده، هو مش بيفهم. هو لما بيجي له مسج يبعتها لكل الكمبيوترز وخلاص. ما هو ده الهاب. اما السويتش از سمارت، بيعرف ان الجهاز ده ليه ادرس والجهاز ده ليه ادرس، بيعمل فوروردنج للديتا باكيتس اونلي تو ذا ديزايرد كمبيوتر. خلاص يا شباب، يبقى انا شرحت لك دلوقتي الفرق ما بين الهب والسويتش عشان كمان صفحتين لما اجي اشرحهم اقول لك افتكر بقى اديك انت عارف. طيب نرجع تاني للي احنا عاوزين نقوله، ان دي لوكال اريا نتورك وذين ا سمول اريا معموله بكيبلز. ما هو كيبلز اهو، وده سيرفر وده كلاينت. طيب في بقى اختها اسمها وايرلس لوكال اريا نتورك ولان، اللي هي زيها بالظبط بس معموله واي فاي. بنوفر الكيبلز. هو بصراحه كل الناس في بيوتها دلوقتي، اصل انت عندك نتورك في بيتك. ده انت عندك راوتر وجواه كمان سويتش. اللي عندك اللي جاي لك في البيت البوكس الصغنن الجميل ده، ماشي، ده راوتر وسويتش ومودم ووايرلس اكسس بوينت، اربع حاجات في بعض. فبنتلخبط بقى مسمينه كده راوتر. ما هو الراوتر ضروري عشان تتصل بالانترنت، بس هو معاه كمان وايرلس اكسس بوينت، اللي هي دي بقى وايرلس اكسس بوينت. ما انت عشان بتخش عليه واي فاي. يبقى هي دي اللي انا بشرحها، اللي هي اسمها ايه؟ وايرلس لوكال اريا نتورك ولان. زي اللان بالظبط، بس هم قال لك احنا هنوفر الكابلات وهنحط الوايرلس. تعال نشوف بقى المميزات والعيوب، advantages و disadvantages ما بين الوايرلس لوكال اريا نتورك واللوكال اريا نتورك العادي. يبقى وايرلس لان اللي هي ولان is a LAN that uses radio signals. لو ايه؟ هو لو سألك على الوايرلس قول ان هو radio signals. طب ما هم نفس الكلام بس بيجيب درجات. وقول كمان انها واي فاي، ما يضرش. ماشي؟ طيب At the center of a LAN is a wireless access point. بص بقى، هي دي المهم. دي اسمها wireless access point.
ساعات بيبقى بانتنه كده هوت، ساعات من غير، بس الانتنه دي بتخلي الكوميونيكيشن اقوى، لان انا عندي مشكله ان لو بعدت عن الوايرلس اكسس بوينت السيجنال ديجريدز، ولو في بقى اوبستكلز حوائط وكلام من ده بلوكس ذا راديو سيجنالز. خلاص طيب، يبقى دي هنا وايرلس اكسس بوينت اللي هي دبليو اي بي، وايرلس نتورك كارد. كل كمبيوتر بقى لازم في وايرلس، وايرلس نتورك كارد بتاعت الواي فاي دي، ماشي؟ ما هو كل كمبيوتر في وايرلس نتورك كارد، تمام. طيب ويوزز وايرلس تكنولوجي تو ترانسميت دي. خلاص يبقى ده الشرح بتاع الولان، نتورك في سمول اريا بس شغاله وايرلس بدل ما هي واير. ايه بقى المميزات والعيوب؟ ما انت عارف الماده بتاعتك، يقول لك ادفانتجز ديس ادفانتجز كومبير اند كونتراست. هو ده الفهم، يعني هو ده مستوى الفهم اللي الاكزامينرز بتوع كامبريدج عاوزينه منك، ماشي؟ مستوى الفهم الاكزامينرز بتاع كامبريدج عاوزينه منك، ولو جاوبت صح واتدربت على الاسئله بتجيب اعلى الدرجات. طيب ادفانتج اوف وايرلس، cheaper as less cabling. ما تكتبليش cheaper بس، بعتبرها فيك، اكتب لي cheaper as less cabling. بنوفر ثمن الكيبلز بس برضه بندفع ثمن الوايرلس اكسس بوينت، لكن ممكن مع سلوك كتير. بصراحه الوايرلس دلوقتي اريح، خاصه في البيوت، ما حدش بيشتغل في البيوت بكابلات. خلاص new computers can be sited anywhere، بيديك بقى موبيليتي وفلكسبيليتي، متحرك انت باللابتوب والموبايل بتاعك في اي مكان جوه البيت، ما دام انت لسه في السيجنالز قويه، ماشي؟ خلاص يبقى فلكسبل. different devices can be connected easily، ممكن بقى على الوايرلس تدخل التلفزيون سيت، التلفزيون والبلاي ستيشن والسمارت فون والتابلت، كل ده بيخش واي فاي. ما هو كل ديفايس من دول جواه وايرلس نتورك انترفيس كارد، اللي هو ده وايرلس نتورك انترفيس كارد، وتبقى الدنيا ايه؟ شغال. disadvantage of WLAN easier to hack into، لسبب بقى، لان الوايرلس سيجنال بتروح للايه؟ بره البيت بتاعك، فممكن اللي قدام بيتك شايف السيجنال هيعرف يخش عليها بقى، هيعرف يكسر الباسورد ولا لا؟ هو ده الكلام. بس في بتبقى less secure لو حد، لازم بقى ده معناه ايه؟ ان لازم النتورك بتاعتك تبقى protected by password وفيها كمان encryption. ان شاء الله الحاجات دي بقى هندرسها، ان الباسورد والباسورد لازم تبقى strong، ماشي؟ و و و و و ولازم يبقى في encryption. ما الحاجات دي بقى هنذاكرها، هو ده المنهج بتاعنا، والمنهج جميل جدا بصراحه. slower الداتا في الوايرلس بتبقى slower than الداتا في الكيبلز، ما بتحسش انت بيها لان السلو سبيد جاي اساسا من الانترنت، ماشي؟ طيب ليميتد اريا وفيزيكال اوبستكلز كان انترفيس، كان انترفي والسيجنال، يبقى برضو ايه الاوبستكلز الحيطان والكلام من ده. ساعات بقى تتحط طرف بيتك، تحط اثنين وايرلس اكسس بوينت عشان يقوي السيجنال ويغطي البيت بتاعك، تمام؟ بعد كده بقى خلاص، يبقى احنا ذاكرنا كده ايه الوايرلس لوكال اريا نتورك ولان، بعد ما ذكرنا الاول اللان، ادي كمان الوايرلس لوكال اريا نتورك ولان، بعد كده بقى الوايد اريا نتورك وان، بعد كده الوايد اريا نتورك وان، اللي هي بقى من الاخر ايه؟ اللي هي من الاخر الانترنت. بعد ما خلصنا شرح في اللوكال اريا نتورك والوايرلس لوكال اريا نتورك، عكسهم بقى الوايد اريا نتورك اللي هي بقى كفرز ا لارج جيوغرافيك اريا، اللي هي مثال عليها او تقريبا هي الانترنت. والانترنت بقى مغطيه الكره الارضيه كلها، يبقى هنسميها وايد اريا نتورك. امال ايه بقى؟ خلاص يبقى وايد اريا نتورك از ا نتورك ذات اكستندز اوفر ا لارج اريا. The internet is an example of a WAN. يبقى wide area network اختصارها WAN. A WAN is often created by joining several LANs. الانترنت دي network of computer networks. يعني هديك مثال، فلنفترض في network في جامعة القاهرة، عليها بقى websites وresearches وdata بتاعت جامعة القاهرة.
فلنفترض ان في نتورك، يبقى انا عندي الانترنت دي نتورك اوف نتوركس. لو انا عندي هنا نتورك في جامعه القاهره، ونتورك في جامعه اسكندريه، ونتورك في لندن، هوصل ما بين القاهره والاسكندريه بتليفون لاين، هوصل ما بين القاهره ولندن بساتلايت، كلهم مع بعضهم يصبحوا نتورك واحده، دي اسمها وايد اريا نتورك وان. خلاص؟ طيب تعالى هنا نقول نشوف الرسمه دي، الرسمه دي بتعلمني حاجه كمان. لو انا عندي لوكال اريا نتورك اللي بيعملها في النص سويتش، وانا شرحت لك يعني ايه سويتش، يبقى السويتش واخوه الهب دول مع بعض بيعملوا لك لوكال اريا نتورك، كمبيوترات في نفس المكان كونكتد مع بعضها. بس عشان بيتك يخش على الانترنت، الرسمه دي بقى يا شباب الديفايس ده اسمه راوتر. يبقى السويتش بيعمل اكستشينج للديتا جوه اللوكال اريا نتورك، اهي اهو ادي الرسمه وحواليها سيركل بالاورنج، يبقى دي لوكال اريا نتورك، واللي جوه ده في النص ده اسمه ايه؟ ده اسمه سويتش. طيب السويتش مش هيوصلك للانترنت، تجيب راوتر. ما هو انت عندك في البيت راوتر بيدخل، هو ده بقى بنسميه جيت واي، هو ده اللي بيدخلك على الوايد اريا نتورك اللي هي الانترنت. طيب ماشي، ما هو الراوتر واضح، انت بالنسبه لك البوكس اللي عندك ده انت مسميه راوتر، بس انا بقول لك ان جواه كمان سويتش، عشان في كابلات في سوكتس بالاورنج من ورا تقدر توصل كمبيوترات بكيبل، وفي كمان وايرلس اكسس بوينت علشان انت بتقدر تخش عليه واي فاي، وهو كمان جواه اي دي اس ال مودم او برود باند مودم بيخش له خط التليفون يجيب الانترنت من على خط التليفون. الديفايس اللي عندك في البيت ده فيه اربعه كومبوننتس، في راوتر عشان تتصل على الانترنت، في سويتش عشان يعمل لك لوكال اريا نتورك، وانت عندك اربعه سوكتس في الراوتر من ورا يوصلوك على لوكال اريا نتورك، بس ساعتها ده بنسميه سويتش. في وايرلس اكسس بوينت عشان تقدر تخش عليه واي فاي، في كمان اي دي اس ال مودم برود باند مودم، برود باند يعني هاي سبيد. كنا بنذاكر قبل كده المودم اللي هو القديم بس اتلغى من المنهج. خلاص يا شباب، يبقى كل دولت في البوكس اللي جاي لك مع الانترنت. ماشي، في الشركات الكبيره الاربعه ديفايسز دولت بيبقى كل واحد في سيبريت يونت، بس علشان في البيت وعلشان مثلا كاستمر يعني دوميستيك حاجه في كده في البيت، بيبقوا فور ذا سيك اوف يعني تشيب برايس، هم الاربعه مع بعض بتبقى باكج كده على. طيب نرجع تاني للوان، ما هو باي ديفينيشن الوان كفرز often because WANs are often geographically spread over large area. ماشي، links between long distances. ال WAN يا شباب بتستخدم الساتلايتس، ال WAN بتستخدم اوبتيكال فايبر، ده بيخش دلوقتي في الاماكن اللي هي اللي بتبقى constructed جديده. ماشي، ومايكرويف راديو لينكس، مايكرويف راديو لينكس اللي هو كوميونيكيشن ما بين السنترالات. خلاص بقى يا اخي، اديك عرفت ايه الوايد اريا نتورك واللوكال اريا نتورك والوايرلس لوكال اريا نتورك. تعال نكمل شويه عشان احس ان انا شرحت حبه، نقعد نحل عليهم. تمام، بعد كده بقى في نتوركينج هاردوير، ايه الديفايسز اللي بتعمل نتورك؟ شرحت انا حبه منهم، شرحت الهب والسويتش، اعيدها لك تاني، اصل بصراحه الهاب والسويتش بيتشرحوا. ادي رسمه هاب وسويتش، وادي رسمه هاب وسويتش، ده هاب وده سويتش، بس بصراحه بيتفهموا من على الرسمه دي اكتر. هو ده احنا قلنا ايه تاني يا شباب؟ لما يبقى عندي هنا هاب، ده قديم بسميه دمب، بيعمل ايه؟ بيعمل برودكاست للديتا، برودكاست بيبعت لكل الناس، وكلمه برودكاست دي بتيجي في الامتحانات، فعشان كده عاوزك تعرف ده بيعمل برودكاست. لما الكمبيوتر ده يبعت مسج للكمبيوتر ده along الهاب والسويتش، هما الاثنين بيعملوا لوكال اريا نتورك. خلاص، يبقى لو انا عندي هنا هاب
بيجي له مسج عشان تروح لده، هو مش بيفهم، بيعمل لها برودكاست، بيبعتها لكل الأجهزة وخلاص، اللي عاوزها يستقبلها واللي مش عاوزها يهملها. طب ما ده كده لسه كيور. ايوه، ما انا بقول لك ان الهب ضم، بقول لك ان الهب ضم، تمام. طيب الناحيه الثانيه في حاجه اسمها سويتش. السويتش ده سمارت في ايه؟ عارف ان كل جهاز ليه اي بي ادرس، كل جهاز يا شباب ليه ادرس، فبيعمل فوروردنج للديتا باكيتس اونلي تو ذا ديزايرد كمبيوتر، بيعمل فوروردنج للديتا باكيتس only to the desired computer. ده بيبقى more secure وفاستر، ماشي؟ اللي هو ايه؟ اللي هو السويتش. طيب يبقى هنا هوت لما اجي اشرحها لك على الرسمه دي، a hub is a device that connects a number of computers together to make a LAN. وبرده السويتش is like a hub, a device that connects a number of computers together to make a LAN. عشان لو جه سالك compare and contrast، وانت عارف compare and contrast بيبقى عاوز similarities with differences، تمام؟ طيب however the hub broadcast، الهب يا اخي بيبعت لكل الناس، بيبعت المسج للي عاوزها واللي مش عاوزها. ما هو كان قديم بقى، على فكرة كل الناس دلوقتي بتشتري سويتش، بس هو موجود في المنهج for the sake of comparison، اهم ذكرى عشان تعرف ميزة السويتش، خلاص. يبقى برودكاست اول داتا باكيتس على النتورك، الداتا بتتحول لباكيتس، وكل باكيت بيبقى لها ديستنيشن ادرس، هي رايحه على مين، خلاص. كل ده هيجي دلوقتي هيتشرح، التشابتر ده بيشرح حبه كويسين في النتورك، ماشي؟ تو اول كمبيوترز ان الا. لكن السويتش لايك ا هاب connect a number. However, بقى switch is smart. Switch is smart. Directs data to specific computers in the LAN. شايف الـ switch؟ بيبعت كل حاجة للي عاوزها بس. بيبعت كل حاجة للي عاوزها بس. خلاص يا شباب؟ طيب the switch learns. هو بيعلم نفسه بقى. Which devices are connected to which port؟ يعني ايه port؟ تعال اوريك الرسمة دي. هي دي يا شباب رسمة الـ switch. كل كمبيوتر وصل له سلك، هو عارف كل انهي كمبيوتر وصل على انهي سلك، وبيبعت الداتا only to specific computers، خلاص. يبقى the switch learns which devices are connected to which ports. The switch stores addresses. كل جهاز ليه address. في حاجات بنسميها MAC address وحاجات بنسميها IP address، هنذكرهم دلوقتي حبة صغيرة كده، تمام؟ ماشي؟ طيب directs data to specific computer. The switch use MAC address to locate the destination. ما هو أنا عندي هنا هو في حاجة اسمها MAC address، اختصار Media Access Control، ده بيبقى في النتورك كارد. وكمان شوية الـ IP address هذكره مع الراوتر. طيب بص بقى، علشان أنا حاططها لك في النوتس، شفتها مرة في امتحان فقلت أنا عاوز أكتبها للطالب في النوتس. مرة جه سؤال بيقول لك compare and contrast السويتش مع الهب. طيب يبقى أنت لازم تعمل إيه؟ السيميلاريتي. A hub and a switch both are used to connect devices to form a LAN. هما الاثنين بيعملوا local area network. Both hub and switch use data packets. الداتا بتتحول لباكيتس وبيمشيها من خلال الكيبل. However, يبقى دلوقتي بعدها بقى differences. In a hub, data packet is broadcast and sent to every computer or device on the LAN. Whereas in a switch, data packets is sent to a specific computer. طبعا انت متفهم ان اللي انا بقراه لك ده المارك سكيم اللي لقيته في امتحان حديث، تمام؟ ذاكر النوتس هتلاقيك بتذاكر مارك سكيمز. امال انا اجيب منين؟ مفيش احسن من المارك سكيمز، بس انا بكتبها بقى بروبر انجلش وبحطها لك في النوتس. Security is lower in the hub لانه بيبعت الداتا للناس اللي مش عاوزينها،
فالمسج بتوصل للناس اللي مش عاوزينها، فلو سيكريت انفورميشن بيفهموها. In the switch, the destination address is determined. Where the hub, there is no destination address. بيبعت لكله. Switch use MAC address. بها على اللوكال اريا نتورك كل جهاز بيبقى له MAC address. على الانترنت كل جهاز بيبقى له IP address. خلاص؟ ماشي؟ A switch use a lookup table to determine the destination. This is not required in the hub. خلاص كده يا شباب؟ طيب. تعال نكمل devices لغاية ما نوصل ان احنا ذاكرنا حتة كده كويسة تقريبا نص التشابتر وبعدين نروح للحل. لازم نذاكر التشابتر المنهج بتاع الثيري برضو محتاج ايه مجهود. بعد كده بقى البريدج، ايه البتاع ده هو؟ انت عندك هنا سويتش وعندك هنا سويتش، يعني دي لوكال اريا نتورك ودي لوكال اريا نتورك. طيب عايز توصلهم الاثنين ببعض، يعني مثلا النتورك بتاع المبنى الدور الاولاني عايز توصله بالسويتش بتاع المبنى بتاع الدور الثاني، فالديفايس اللي هيربط تو سويتشز هنسميه بريدج. يبقى البريدج ده بيكبر اللوكال اريا نتورك وتفضل برضه لوكال اريا نتورك، بس بدل ما هنا في 50 كمبيوتر وهنا في 50 كمبيوتر، البريدج يربطهم مع بعض ويصبحوا اول توجذر 100 كمبيوتر. خلاص؟ يبقى the bridge is often used to connect together different parts of a LAN so that they can function as a single LAN. The bridge passes data to another LAN. The bridge connects one LAN to another LAN that uses the same protocol. الراوتر بقى، علشان كمان شوية هشرح الراوتر. الراوتر بيوصل اللوكال اريا نتورك بالوايد اريا نتورك، وديها ليها بروتوكول ودي ليها بروتوكول، فالراوتر كونكتس نتورك اوفر ديفرنت بروتوكولز. خلاص؟ يبقى ده اللي هو البريدج وكمان شويه الراوتر. نتورك انترفيس كارد، كل كمبيوتر جواه النتورك كارد بتاعه. نتورك انترفيس كارد، كل كمبيوتر جواه النتورك كارد بتاعه. ماشي؟ ما هو انت بتوصل السوكت جوه الكمبيوتر. ده لو لوكال اريا نتورك. طب لو وايرلس لوكال اريا نتورك هيبقى البتاع دي، هي دي الواي فاي نتورك وايرلس نتورك انترفيس كارد، امال الكمبيوتر هيشوف نتورك من خلال ايه؟ تمام. وده بقى يا شباب الكيبلز، ما انا محتاج كيبلز. ماشي؟ عشان لو هي لوكال اريا نتورك بكيبلز يبقى هنوصلها بكيبلز. ماشي؟ لو هي وايرلس لوكال اريا نتورك هيبقى الوايرلس نتورك انترفيس كارد في الهواء وايه راديو سي. حتى هنا بقى انا كاتب لك الادفانتجز بتاعت الكيبلز اللي هي عكس الديس ادفانتجز بتاعت الوايرلس. مش انا قلت لك ان الواي فاي اللي هو الوايرلس از سلوور وليس سكيور؟ هنا بقى بقول لك الكيبلز اللي هي اللوكال اريا نتورك بتبقى فاستر ومور سكيور. ما هو الداتا لو ماشيه في كيبل ما حدش هيشوفها في الهاكينج، لو الداتا وايرلس في الهواء ممكن حد يشوفها ويعملها. بعد كده بقى برود باند مودم، انا هقف فين؟ ما هقف عند الراوتر بقى برضو. ما هو الراوتر تعالى كده نشوف يعني لغايه، والله عايز اشرح كتير، عايز اشرح كتير. هنشوف نقدر نقف فين، هنشوف هنقف فين علشان نبدا نشتغل، نبدا نحل. ماشي؟ يبقى نتورك كيبلز اللي هي الايثرنت، بعد كده بقى برود باند مودم، بعد كده اللي هي برود باند مودم. ماشي؟ اللي هو ايه؟ اللي هو خط الانترنت بقى اللي جاي في بيتك. ماشي؟ برود باند لانه سريع. كنت بدرس انا في الحته دي، هنلاحظ الكلام ده لما نشوف في الباس بيبرز، ممكن يتكلم على الانالوج مودم، لغيته في المنهج الجديد بتاع 2023 لقيتهم شايلين. يبقى ايه هو البرود باند مودم؟ اللي هو الانترنت السريع اللي عندك في البيت ده، حتى بنسميه اي دي اس ال، ديجيتال سبسكرايبر لاين، والاي جايه من اسيمتريك. يعني ايه؟ في الاي دي اس ال بيديك داونلود اسرع بكتير من الابلود.
ماشي، بيديك داونلود اسرع بكتير من الابلود. ليه؟ لان معظم الوقت انت بتعمل داونلود. انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل اونلاين سيشن، انا بس اللي بعمل ابلود، وكلكم بتعملوا داونلود ليسننج او ستريمينج، ليسننج تو ماي ستريمينج. خلاص، يبقى برود باند مودم اي دي اس ال ماشي اوبريت ات 10 ميجا بت بير سكند، بس ده كتير يعني، في بلادنا ما بيوصلش لغايه 100 ميجا بت بير سكند. ماشي، تيرم اسيمتريك اكشوالي مينز ات از فاستر ات داونلودنج ذان ات ابلود. بعد كده بقى الراوتر محتاج مذاكره قد كده. ليه بقى؟ زي ما انا وريتك في الرسمه، ادي كمبيوتر وكمبيوتر وكمبيوتر واصلين على هاب او سويتش، يعمل لك لوكال اريا نتورك. عايز تخش على الانترنت يا هندسه لازم يبقى عندك راوتر. خلاص، اهي الرسمه دي بتوضح. Routers enable data packets to be routed او routed between different networks. ما انا وريتك هنا ان هي دي network of network، هنا في راوتر وهنا في راوتر وهنا في راوتر، يودي من network لتانيه. ماشي؟ طيب، يبقى دلوقتي ماشي، the router connects a network of computers to the internet. It uses IP addresses. على اللوكال اريا نتورك كل جهاز عنده ماك ادرس، على الوايد اريا نتورك الانترنت كل جهاز عنده انترنت بروتوكول اللي هي اي بي ادرس. It uses IP address to transfer data between networks to connect LANs or networks. Functions of the router. Functions of the router. كل دي يا شباب إجابات أسئلة كانت بتيجي، بس زمان كان بيسألك على functions of the router، دلوقتي بيسألك على حاجة more technical اسمها routing table. تعال نذاكر الاثنين، أنا عامل update للنوتس بتاعتي للمنهج الجديد، لأن دلوقتي بيهتم بالتكنولوجي أكتر. يعني زمان السؤال ده أنا جايبه من كام سنة، الراوتر يوست تو كونكت لان تو اوان. طيب ماشي، سهله، ترانسفير داتا فروم وان نتورك تو انذر، هولد ادريسز. ما انا قلت لك كل جهاز على الانترنت بيبقى له اي بي ادرس وما بيتكررش. خلاص، طب ات ريسيف داتا باكيتس فروم انديفيديوال كمبيوتر اند ذن باسز ذا داتا باكيت تو ذا ابروبريت سويتش، ستورز انفورميشن اباوت ويتش كمبيوتر از كونكتد تو ويتش نت. يبقى ده اللي هو ايه يا شباب؟ ده اللي هو الراوتر. ماشي؟ طيب، الراوتر شغال بالاي بي ادرس، والسويتش شغال بالماك ادرس. اي بي ادرس يونيكلي ايدنتيفايز، يونيك ايدنتيفاير سيت باي ذا نتورك مانجر اور ذا اي اس بي. والله انا ما عارف دلوقتي هلاقي وقت اشرح لك الاي اس بي ولا لا. عند جزء كده معين هوقف واقول لك لا، هنحل بقى. ماشي، عشان تقدر تستوعب. ماشي، طيب، اي بي ادرس كونسيست اوف فور نمبرز سيبريتد باي فول ستوب 109.108.158.1. ذا اي بي ادرس كان بي تشينجد اند شود ماتش ذا نتورك. كمان شويه، غالبا مش في السيشن دي بقى، كمان شويه هشرح لك بقى الاي بي ادرس مع الويب سايت. ليتر بقى، مش دلوقتي. طيب تعالى بس هقول لك النهارده نقف لغايه فين. يعني لو قدرنا ندرس الانترنت سيرفيس بروفايدر، هقف قبل اليو ار ال، لان اليو ار ال محتاجه شرح ومعاها الدومين نيم سيرفر، والدومين نيم سيرفر هيعوز الاي بي. يا سيدي تعالى نقف بس هنا عند الايه، الويب براوزر والانترنت سيرفيس بروفايدر والجيت واي. ده بعد ما اخلص شرح الراوتينج تيبل بتاع الراوتر وكده يبقى تمام. اتمنى كده يعني يبقى نص التشابتر، اتمنى كده ان شاء الله. ونحل بقى لحسن كده الامور هتخش في بعض. في حاجه يا شباب جوه الراوتر اسمها راوتينج تيبل. تعال نشوف الرسمه دي. ماشي؟ ما هو ده كمبيوتر وده كمبيوتر بيروح لسويتش، وبعدين يروح من راوتر لراوتر لراوتر تاني. ما هو دي نتورك ودي نتورك، دي نتورك 1 ودي نتورك 2.
ماشي؟ وبعدين اس ده يا معناه سويتش، احنا قلنا السويتش ده بيعمل لي لوكال اريا نتورك هنا، والسويتش ده بيعمل لي لوكال اريا نتورك هنا، وكذلك هنا وكذلك هنا. والراوترز بقى هي اللي بتوصل ما بين النتوركس دي على مستوى العالم. ماشي؟ يبقى دي اللي بتوصل الاجهزه النتوركس على مستوى العالم. طيب يمشي بقى الداتا كده وبعدين كده وينزلها ولا يوديها ازاي؟ بيستخدم حاجه اسمها راوتينج تيبل. تعال بس نذاكرها، وانت كل اللي عليك كلمتين في التكنولوجي، لان احنا داخلين كده في تكنولوجي كبيره. Routing table is a table in the router that store IP addresses and the direction to forward data packet in order to reach the required destination. هو انا عايزك تعرف كلمتين عن موضوع الراوتينج تيبل. ان جوه الراوتر في حاجه اسمها راوتينج تيبل. عشان ما هو راوت يعني دايركشن. ماشي؟ عشان يعمل دايركتنج للديتا حسب الاي بي ادرس، فهو بيبقى تيبل. الداتا مثلا رايحه على امريكا، يعمل لها فوروردنج ناحيه الراوترز اللي قريبه من امريكا. ماشي؟ الداتا رايحه اليابان، الراوتر يعمل لها راوتنج زي الايميل كده عشان يروح على السيرفر اللي في اليابان. كل ده بقى من خلال الاي بي ادرس. المسج بتتحول لباكيتس، كل باكيت بيبقى لها ديستنيشن ادرس، والراوترز دول عاملين كده زي التقاطعات، زي النافيجيشن بتاع العربيه. هو بيقول لك امشي كده وبعدين امشي كده وبيمشي كده لغايه اما يوصلك بسلام. وساعات يختار طريق اطول بس يبقى زحمته قليله. طيب هو الراوتر بيعمل كده؟ ده احنا حتى بنسميها داتا ترافيك، مش مرور ولا حاجه، بس هي داتا. طيب router inspect the received packet and check destination IP address and use the stored routing table. The routing table lists all different routes to other network. The IP address is worked out the best route to reach the next router. تمام؟ هو دول الكلمتين بتوع routing table to be able to direct data. وخلاص مش عايز أكتر من كده. مرة جه سؤال والحاجات أهي، الرسمة دي حلوة يا شباب. ادي هنا السورس وادي داتا باكيت، تمشي كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده توصل، او ممكن تمشي كده وبعدين الروت الثاني وكده وكده توصل. مين اللي بيعمل لها دايركتنج؟ الراوتر. اعتمادا على ايه؟ على الانفورميشن اللي في الراوتنج تيبل بس، مش عايزك اكتر من كده. انت مش عليك اكتر من كده، يا دوبك كويس ان انت عارف ان في حاجه اسمها راوتنج تيبل، بيبقى فيه انفورميشن هاو تو دايركت ذا داتا بس. مرة جه سؤال بالشكل ده. Forwarding data packets from one network to another. Router read and inspect the IP address of data packets. The router read the data packet destination address، يعني هي رايحة على فين. Then looks up the path to get to that address. The router compares to its routing table to get to the destination address and check how busy. لو في path very busy يمشي في الباث التاني. زي العربيات والنافيجيشن. خلاص؟ ذا كويكست باث. تمام، تعالى هقول كلمتين بس عشان احس الامور قفلت مع بعضها، وتعالى بقى الايه؟ نبدا نحل الاحسن كده كتير قوي. في حاجه اسمها جيت واي اللي هو الراوتر. الراوتر يعتبر بوابه. A gateway is a network point or node that acts as an entrance to another network. ما هو ده الراوتر. جيب الرسم ده اهو. بص يا شباب، هو ده الجيت واي اللي هو الراوتر. يبقى الجيت واي از ذا اذر نيم فور ذا راوتر، لانه من خلاله بشوف الانترنت. تمام؟ يبقى this is the definition of the gateway. فاضل بقى كلمتين وكده ايه؟ في حاجه اسمها انترنت سيرفيس بروفايدر، اللي هي الاي اس بي. انا حاطط لك هنا شركه وي، بس انت عارف ان الكوميرشال نيمز ار نوت الاو. انا حاطط لك هنا شركه وي عشان تفهم ان الانترنت سيرفيس بروفايدر هي الشركه اللي بتقدم لك خدمات الانترنت وبس.
ممكن تديك كلاود ستورج، بس كل الناس بتستخدم الاي كلاود او الجوجل درايف او الوان درايف بتاع مايكروسوفت. ماشي، ممكن يديك ويب سبيس اند دومين نيم تو هاف يور اون ويب سايت، ممكن يديك دومين نيم سيرفر، دي بقى هنذاكرها المره الجايه لحسن كده خلاص المعلومات كتبت. الدومين نيم سيرفر بيحول لك الدومين نيم للاي بي ادرس عشان تزور الويب سايت، ودي شغاله اوتوماتيك انت مش حاسس بيها بس هشرحها لك السيشن القادم. اخر حاجه بقى كده وتمام، عشان فيزيت ذا انترنت محتاج سوفت وير اسمه ويب براوزر، والصور دي كوميرشال نيمز انا حاططها لك اونلي فور اندرستاندينج. ده يا شباب الجوجل كروم ما كل الناس بتستخدمه، ده انترنت اكسبلورر وده فايرفوكس. اخر السنه عشان امتحان العملي بيبقى حاطط لك الثلاثه. يبقى ويب براوزر is a program used to access the world wide web, is used to view web pages and to serve the internet. الويب بيجز يا شباب بتبقى مكتوبه بال HTML، البراوزر بيفهم ال HTML و displays البيج. ممكن تعمل بوك مارك، يعني لو بيج انت بتحبها كتير ممكن تعمل بوك مارك. في حاجه اسمها هايبر لينك، لما تدوس على كلمه او صوره بتعمل لك لينك على بيج تاني. مش لازم بقى يونيفورم ريسورس لوكيتور دلوقتي، ماشي، مش لازم يونيفورم ريسورس لوكيتور لانه هو هيتطلب البروتوكول وبعد كده الفاير وول للسكيورتي. متهيألي كفايه كده، مع هو كفايه كده بقى وخلاص. ماشي، وباذن الله نكمل السيشن القادم.